warn you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let نالت ويني هارلو شهرة كبيرة حول العالم وفي وسائل التواصل الاجتماعي كأول عارضة أزياء مصابة بالبهاق. تخرج بكل ثقة المناطق الملونة في جسدها وتركز عليها في صورها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ويتابعها أكثر من 1.5 مليون متابع. كما أصبحت الوجه الإعلاني لعلامة أزياء أسبانية شهيرة. وعانت هارلو من طفولة صعبة بعد إصابتها بمرض البهاق وهي في عمر 4. كما صرحت في لقاء تلفزيوني سابق لها أن زملائها في المدرسة كانوا ينعتونها بالبقرة والحمار الوحشي، وكانت الأوصاف قاسية لدرجة أنها اضطرت إلى ترك المدرسة وأجبرت على الدراسة في المنزل. وبدأت هارلو في نشر صورها بعد أن تركت المدرسة الثانوية، وحصدت صورها صدى كبير حول العالم، ودخلت عالم الأزياء كموديل فريد من نوعها. وحرصت هارلو أن تظهر حبها لكل الأجزاء الملونة في جسدها، وأصبحت هارلو أيقونة لكثير من المصابات بالبهاق حول العالم. كما قالت أنها تعلمت أن تحب نفسها بغض النظر عما كان يقال عنها وما كانت تشعر به حين اعتبرت فتاة منبوذة اجتماعيا. وأضافت أن حبها لنفسها أعطاها الشجاعة للوقوف أمام أي شخص وأي عقبة في حياتها الخاصة بعدما لاحقتها الأوصاف القاسية منذ طفولتها.